أصدقائي طلبة الثالث متوسط، حياكم الله يبي شرح محاضرة جديدة من قواعد الثالث متوسط، واليوم جيتكم شرح الموضوع الأخير من الوحدة الخامسة، واليوم موضوعنا هو المستقبل البسيط اللي هو future simple اللي هو أسلوب will و will not. هذا مختصر مال will not. زين شلون نعرفه بالأسئلة لما يجينا هذا الموضوع؟ نعرف هذا الموضوع عن طريق وجود future simple المستقبل البسيط أو in the future في المستقبل. أوكي، في جملة السؤال لما تجيني future simple أو in the future يعني أعرف نفسي يعني بهذا الموضوع. زين شنو الأسلوب اللي راح أستخدمه بالحل؟ الأسلوب هو كالآتي: أنزل الفاعل ما له علاقة بي اللي هو أول كلمة، إذا بين القوسين بس فعل بدون not، يعني not ماكو not بس فعل، أكتب will. أما إذا عندي ويا هذا الفعل كلمة not أكتب want. أوكي، زائدا ننزل ما بين القوسين كما هو. خوش أسلوب، سهل تمام. anyway، فإذا مثبت أكتبنا بس فعل يعني أكتب will، وإذا عندي not ويا الفعل أكتب will not، وبعدها نزل ما بين القوسين كما هو، ما غير شيء، لا تغير في بالك. أوكي زين، نأخذ أمثلة على هاي الصيغة حتى بعدها ننتقل للجزء الثاني ماله. Schools will be different in the future, so the future simple. جتني هاي الجملة بالوزارة وما أعرف شنو هذا الموضوع. الدليل الأول in the future، والدليل الثاني future simple. خوش، دليلين انطاني بالجملة، دليلين انطاني شنو بالجملة. زين هسا عرفت الأدلة اللي انطاني إياها، بعدها راح استخدم هذا الأسلوب لو والله والنات. زين هذا الفعل اللي موجود بين قوسين بي نوت مثل ما قال استاذ لي، هاي نوت ان او تي، لا ما بي، اذا ما يصير استخدم هاي الجو، لازم استخدم الول. فراح اقول schools، اوكي بعدها will، زائدا ننزل ما بين القوسين will be. مو تترك لي الجمله تكملها بالوزاري، بس انا ايش حتى تعرف شنو التغيير صار. اوكي، نزلت schools، بعدها نزل will اللي انا مثبته، وبعدها نزل ما بين قوسين will be، وانتهى الحل. اوكي نجي للمثال الثاني: students not have to come to schools future simple. هذا دليل future simple يعني المستقبل البسيط. المستقبل شنو البسيط؟ المستقبل البسيط كل زين. زين اجي ابي قوسين بي not هسه قلت تمام، اذا نستخدم الاسلوب الثاني students تمام، واكتب want اوتوماتيكيا، يعني انت اذا تريد، يعني اذا دخلت بالموضوع بس نزل. هسه اقول لكم شو تسوون، اعطوني مجال هسه انا اقول لكم شو تسوون. هاف تمام، نزل ما بين قوسين نكمل. انت مثلا تقول مثلا ما اعرف انا يجوز انساها بالامتحان، من الامتحان انساها، يجوز ما اعرف مثبت، ما اعرف استخدم هاي لو هاي، انت نزل لي ول، وراح تنزل ول اوتوماتيكيا راح تنزل النوت. سويت انا ذي، بعد تنزل لها، يعني بالحالتين صحيح انت سويتها. خاف تنسى النوت، انك ما تعرف تستخدم هاي لو هاي، انت نزل لي ول ونزل ما بين قوسين كما هو، انت باعتباره سيطرت عليه من اتجاهين، ما يقدر يبقى المصلح عندك اي خطا. واضحه الفكره ان شاء الله؟ تمام. هسه بقى عندي ثلاث ملاحظات على الموضوع. شنو هي الملاحظات؟ الملاحظه الاولى اذا جاءت كلمه will، جاءت شنو؟ كلمه will. اذا جاءت كلمه will في جمله السؤال، بس سؤال جاب لي كلمه will وطلب عمل صيغة نفي اللي هو النيجاتيف، قال لك انفي للجملة، وانت شفت بالجملة اكو will تمام، بهاي الحالة ايش راح تسوي؟ بس تكتب not بعد كلمة will وينتهى الامر. جتني will وراد مني نيجاتيف نفي، شو تسوي انت بهاي الحالة؟ تكتب not بعد will وينتهى الامر. لاحظ هاي الجملة: My father will arrive next Sunday، أبويا راح يوصل يوم الأحد. سويها نيجاتيف، سويها نفي. زين رادنا في هذا يا موضوع،
هاي ملاحظة رقم واحد ذكرها أستاذ ليثم، موضوع المستقبل البسيط، الوحدة الخامسة آخر موضوع. ملاحظة الأولى قال إذا جتني كلمة will وراد مني نيجاتيف أروح أخلي not بعد will، أروح أخلي not بعد will، فش راح تصير الجملة؟ نستخدم الألوان حتى شنو ما نضوج من المحاضرة. my father أنزل will، تمام. بعدها قال ساديث عندها نكتب نوت بعد كلمة will، جيب نوت. اوكي كملوها هاي الجملة، كملوها، بس انا ما اريد اكملها حتى الفيديو ما يطول عليكم، وبنفس الوقت تعرفون شنو التغيير الصار، مجرد جبت will وخلات بعدها نوت. اوكي ها بالنسبة للملاحظة الاولى. اما بالنسبه للملاحظه الثانيه، خليكم وياي بالنسبه للملاحظه الثانيه. ملاحظه رقم 2، اذا جاءت كلمة will في جملة السؤال وطلب عمل، يعني راد من عندك صيغة الاستفهام. الاستفهام شنو بالانجليزي؟ يعني راد من عندك تسويها question، جاب لك will قال لك سويها a question. For example Leith will buy a new car next Sunday. اللي سويها question. ركز وياه. الملاحظة الثانية شو تقول؟ خلي لك اياها حتى تصير واضحة. إذا جاءت كلمة will، جتك will، هسا مو احنا أخذنا من الملاحظة الأولى، جت كلمة will وراد منها نفي، هسا لا جتك كلمة will بس ما راد نفي، وإنما راد منك تسوي صيغة استفهام، صيغة استفهام. اوكي فبهاي الحالة شو تسوي؟ صيغة الاستفهام نحول will في بداية الجملة ثم نختم الجملة بعلامة الاستفهام. علامة شنو؟ الاستفهام. اوكي خلينا نعيد الملاحظة. ملاحظة ثانية، إذا جاءت كلمة will في جملة السؤال وراد من عندك، يعني طلب عمل صيغة استفهام، شنو استفهام بالإنجليزي؟ question. خلوها ببالكم، اللي بادي بالدبليو عفوا بالكيو يعني يريد question. question شنو؟ يعني استفهامية، تمام؟ فبهاي الحالة شو راح تحلها انت؟ هنا قلنا بدنا في تخلي نوت بعد will، هنا لا تحول will، وين تحولها؟ بداية الجملة وتخلي علامة استفهام بالاخير. زين ليث will buy a new car next Sunday، ليث راح يشتري سيارة الاحد الجاي، تمام؟ ماكو هيك، مو صحيح الحكي. فيقول لك question، تمام؟ question شنو يعني؟ سويها استفهام، استفهام، عرفت استفهام. وهنا عندي well، اذا الملاحظه رقم 2 اللي قاعد يا استاذ ليث بموضوع المستقبل البسيط الوحده الخامسه اخر موضوع، عمل استفهام. ايش راح نسوي عمل استفهام؟ نجيب well شيلها ونخليها بالبدايه وخلي علامه استفهام بالاخير وينتهي الحل. يعني راح تصير well ليث، اول شيء بحرف كبير تذكرون علامه التنقيط، وليث اسم اول حرف كبير. will ليث buy a new
car next Sunday وتخلي شنو؟ علامة استفهام وانتهى الحل. بالنفي تخلي نوت بعد will. ملاحظة رقم واحد. ملاحظة رقم اثنين will شو تسوي من يلقونك استفهام؟ تشيل will وتخليها بالبداية وتخلي علامة استفهام بالأخير. هسه هاي شوفوها، هاي مو will صارت بالبداية، هاي مو علامة استفهام صارت بالأخير. ما غيرت شيء بالجملة إنه ما غيرت شيء. تمام؟ هذا بالنسبة للملاحظة الثانية. زين، الملاحظة الثالثة. الملاحظة الثالثة شني؟ خليكم وياي. ملاحظة الثالثة والأخيرة عن الموضوع. ملاحظة إذا جاء المستقبل البسيط اللي هو هذا على شكل ترتيب، على شكل شنو؟ ترتيب، وكان يحتوي، كانت الجملة تحتوي على كلمة تبدأ بشنو؟ بي، يعني بي شنو تبدي؟ دبليو اتش. عندها نضع كلمة will بعد الكلمة التي تبدأ ب WH. ركزوا يعني. ملاحظة ثالثة، إذا جاء المستقبل البسيط هذا على شكل ترتيب وكانت الجملة تحتوي على كلمة تبدي بال WH، شنو WH؟ اللي هي ال what وال where وال which وال والوين والواي. تمام، تبدي بال WH، يعني اول حرف من عندها WH. عندها نضع كلمة will، ما راح اخليها بالبداية مثل ما استخدم ملاحظة رقم اثنين، يعني هاي افرض منها بالاستفهام. اوكي، فنخلي ال WH بعدين نخلي will. شلون راح تصير هيك المخطط هذا؟ WH زائدا will زائدا تكملة الجملة زائدا صار مشكل زائدا علامة الاستفهام. واضحة الفكرة؟ اوكي، ناخذ مثال حتى ما نطول وياكم. When English start daily future simple. شلون عارفه فيوتشر سمبل؟ هياني فيوتشر سمبل هذا الموضوع. بس هذه يا صيغه لما تجيني جمله راح اباور مباشره لازم اعرف انا الصيغه هاي وين انجلش ستار، فلازم اعرف الصيغه. الصيغه الاستفهاميه ملاحظه رقم 3 اللي ذكرها استاذيتي بموضوع المستقبل البسيط اخر موضوع بالوحده الخامسه. تمام، شوف شلون حفظناها كل زين. هاي الصيغه الاستفهاميه، بس هذا ليش قال اذا الصيغه الاستفهاميه بس نخلي ورب البدايه
ماكو مشكلة راح أخلي أول بالبداية. بس هنا عندي بادية ب W H، عندي واحدة من الكلمات بادية ب W H حسب ملاحظة رقم 3. فبهاي الحالة راح أتبع هذا المخطط. إيش راح يصير؟ يقول نزل W H هاي وين؟ خلي بعدها وال، وخلي بعدها تكملة الجملة. أنزل هاي إنجليش ونزل كلمة start ونزل علامة استفهام وين وال إنجليش start. أوكي وانتهى الحل. أوكي موضوع كله سهل ما بيه في صعوبة. إن شاء الله ما طولتكم بالفيديو، وانتظروني إن شاء الله بشرح الوحدة السادسة، والسلام عليكم.